طيب ناخد الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مرسي عطلة رئيس نادي الزمالك السابق، وطبعا ليه مقالة مهمة جدا 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 في علاقة الأهلي بالزمالك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ كيف؟ ربنا يخليك يا فندم، بتشرف بوجود حضرتك معايا. اهلا وسهلا. يعني الحقيقة بحيي حضرتك على المقالة اللي حضرتك كاتبها النهارده بما يخص موقف الأهلي مع الزمالك أو الزمالك مع الأهلي وذهاب الكابتن صالح سليم في توقيت للمباركة لمجلس إدارة الزمالك، وأعتقد إن احنا يعني في أشد الاحتياج دلوقتي إن احنا نفتكر الذكريات ونفتكر المواقف دي. الحقيقة احنا بنفتقد هذا المناخ اللي كان سائد لسنين طويلة، سنين طويلة كنا بنتنافس وبنختلف لكن بمجرد ما تنتهي المباراة أو ينتهي البطولة جود لك هارد لك، دي العلاقات اللي كانت قائمة. بالنهار بنبقى في جنينة الأهلي وبالليل السهر ما يحلاش إلا في نادي الزمالك، سواء كان في المقر القديم على النيل اللي مطرح البالون دلوقتي أو في نادي الزمالك الجديد اللي هو موجود حاليا. دي كانت الروح، أخوة وعلاقة وصداقة على مستوى اللاعبين أنفسهم وعلى مستوى إدارات الأندية. ده اللي أنا بتصور إن هو المدخل. المدخل إن لابد تصدر رسائل من أعلى مستوى في الناديين للتهدئة وليس لإشعال الموقف. يعني من وجهة نظر حضرتك يا فندم، هل احنا في التوقيت ده محتاجين الخطوات دي لتطوير الرياضة وتطوير الكرة المصرية؟ هل ده هيفرق معانا في علاقة الأندية إن شاء الله وعلاقة ناديين ببعض بشكل جيد، يفرق معانا في صناعة كرة القدم؟ هو بداية لابد يعني نعترف إنه نهضة الرياضة في مصر مرتهنة باستقرار الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك ووجود علاقات طيبه بين الناديين، ده بيخدم مصر في كل المنتخبات، دي حقيقه ما حدش يستطيع ان يجادل فيها. وبالتالي لما تكون علاقات طيبه وجيده ومناخ صحي، انا بعتقد مش بينعكس بس على جماهير الناديين وانما ايضا بينعكس على سلوكيات كافه الانديه المصريه. وانا بقول هذا الكلام عن تجربه، وانا بتذكر جيدا انه جت فتره برضو في بدايه الالفيه وكان في تراجع ما بين جماهير الزمالك والاهلي في المباريات خصوصا لقاءات الناديين، وانا لما توليت رئاسه النادي طلبت من الاخ حسن حمدي وهو زميلي في الاهرام وقلت له يا حسن احنا لازم نروح الماتش الجاي ده ونظهر بمظهر نخلي الجماهير على قد مستوى ان مصر لسه محققه بطوله افريقيا. ويمكن هو قليل الذهاب حتى للمباريات، حرص الرجل وجه معايا دخلنا المقصوره سوا، الجمهور شافنا الماتش مشي من اوله لاخره، لم تصدر كلمه نابيه من المدرجات اللي هنا ولا اللي هنا. لابد ان يكون المسؤولين الكبار وهم ناس كبار يعني قدوه للناس، مهما يعني كان في من ملاحظات من اخطاء، لكن ما يصدر عن القيادات المسؤوله هنا او هنا بيأثر بشكل كبير جدا في سلوك الجماهير وفي نفسيه اللاعبين وفي الاداء وفي الروح اللي ممكن انها تنعكس على المناخ والوسط الرياضي كله. ما اقدرش برضه يا فندم يعني اشكر حضرتك قبل ما عايز اعرف من حضرتك يعني وجود حضرتك والكابتن حسن حمدي في مؤسسه واحده وحضرتك على كرسي نادي الزمالك وهو على كرسي النادي الاهلي، هل ده كان بيجمعوا نوع من المناوشات او يعني الهزار ولا ما كانش فيه حديث في الكوره؟ اطلاقا علاقات ودي، واسال حسن حمدي واسال محمود الخطيب وقد كان ايضا من المسؤولين معايا في الاهرام، ولم يحدث حتى ان انا كنت بتدخل حتى لدرجه ان كابتن بتقول ان وكاله الاهرام الاعلام اللي مسؤول عنها الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب بتجامل الاهلي وبتجامل لعيبه النادي الاهلي في الاعلانات،
انا كنت بقول ان الفيصل هنا مصلحة الاهرام. وهنا يجب ان انا اقول ان كل من عليه في عمله انه بينزع انتمائه الرياضي. ثم ان احنا انا بعتقد ان انتعاش خزينة الاهلي بيؤدي لانتعاش خزينة الزمالك والعكس صحيح في امور كثيرة جدا. وكل ما جرى التصاعد، وانا عايز اقول لك من بين لما تغيرت لغة المنافسة الى مضاربات، النهارده احنا شفنا ارقام فلكية ما اعتقدش يعني، وانا طبعا يعني اعتبروني دخيل على الوسط الرياضي لما بتكلم لان انا خارج اللعبة حاليا. انا بقول لك ان الارقام اللي بتتقال في اثمان اللاعبين هي نتيجة ان احنا فتحنا سوق مجازات ما بين الاهلي والزمالك. انت حضرتك عايز تقول ان الرقم اللي كان بيدفع في النادي الاهلي في هذا الوقت هو رقم طبيعي وليس فيه مجامله، وده كان حق الاهلي في التوقيت ده وحق الزمالك في التوقيت ده. لا انا ما بوصلش للتقييمات دي. انما انا بقول ان انا بيحكمني مصلحه. انا الورق اللي قدامي بيتقال لي ان فيه جاي معلنين هيغطوا العرض بتاع النادي الاهلي باعلانات كذا. المعلنين بيغطوا عرض الزمالك بكذا، وبالتالي انا في موقعي هنا مانيش زمالك واهلي، انا موقعي هنا مصلحه الاهرام وميزانيه الاهرام ومكتب الاهرام. ايا كانت الملاحظات وانا كان يعني لو اتوقف عند هذا يبقى احنا هنخلط ما بين مسؤوليتنا في عملنا الاصلي او عملنا اللي احنا بنعمل فيه وما بين انتماءاتنا. وهنا انا بقول انه لابد ان تكون هناك خطوط فاصله، دايما لازم نعمل خطوط فاصله حتى بين علاقاتنا الشخصيه. يعني انا لو فرض انا كرئيس في هذا النادي وما يعني ما بتخذش الرئيس الثاني، لكن لا ينبغي ان ده يظهر عليا حتى ولا على ملامح وجهي، يعني ده له انعكاسات سلبيه. ينبغي ان يكون ادائنا امام الناس اداء يتسم بالمسؤوليه، لان دي مصلحه الوطن ومصلحه الرياضه. ولازم نفهم انعكاسات هذا على الجماهير. انا الان حاليا انا بشوف شباب على وسائل التواصل الاجتماعي لا يليق من هذا الطرف او من ذاك، يعني كلا الطرفين متورط. وهنا لابد من وقت. وانا بتمنى على الاخ وزير الشباب وهو راجل من قلب الوسط الرياضي واعرفه جيدا انه كله واقفه، ولابد هنا الدوله، ما اقولش ان ده تدخل حكومي، لا الدوله من مسؤوليتها انها تعمل ضبط ايقاع لهذه السلوكيات، لان تركها وترك الحبل على الغارب قد يؤتي بنتائج لا يحمد. بشكرك يا فندم واسف على الاطاله، وبشكر تواجد حضرتك معانا. شكرا جزيلا لطيف وتحياتي. بشكرك يا فندم واشوف حضرتك على خير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مرسي عطله رئيس نادي الزمالك السابق والكاتب الكبير طبعا، بشكره شكرا جزيلا.